السلام عليكم. جماعة الحوثي في اليمن تعرضت لضربات عنيفة للغاية ليلة يوم أمس من قبل الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا. التفاصيل نشرت بالكامل على الموقع الرسمي لوزارة الدفاع الأمريكية وكذلك القيادة المركزية الأمريكية. العملية والضربات التي جاءت ليلة يوم أمس نفذتها بشكل مباشر الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا، وجاءت بدعم من 4 دول وهي كندا، أستراليا، هولندا ومملكة البحرين. نفس الدول بالضبط التي نفذت ودعمت عملية عسكرية والموجة الأولى من الضربات التي شهدناها في 12 يناير الحالي بهذا الشكل وبهذا الأسلوب. ترى نفس الدول هي التي نفذت طبعا هذه العملية، وكانت اللحظات الأولى لما جرى يوم أمس جاءت بهذا الشكل عندما انطلقت الطائرات الأمريكية من حاملة الطائرات الأمريكية العملاقة USS دوايت آيزنهاور، وهنا سلاح الجو الملكي البريطاني أيضا يحلق باتجاه مواقع جماعة الحوثي، وبعدها جاءت الضربات بهذا الشكل، ضربات كبيرة للغاية هزت العديد من المحافظات اليمنية من المواقع التي تسيطر عليها طبعا جماعة الحوثي في اليمن. وكانت هنالك صور أخرى لطبيعة كل ما جرى قادمة من داخل اليمن من المواطنين اليمنيين الذين كانوا يصورون هذه الضربات وما جرى. وأيضا كانت هنالك صور للطائرات البريطانية، وهذه الصور للطائرات البريطانية قبل أن تحلق لمهاجمة جماعة الحوثي ومواقعهم، وضحت طبيعة القنابل التي تحملها هذه الطائرات. وستلاحظ هنا واحدة من القنابل هي قنبلة مثيرة للغاية، هذه القنبلة لأول مرة تستخدم على جماعة الحوثي في اليمن، استخدمت في السابق في عام 2008 في ليبيا، استخدمت كذلك في العراق وفي سوريا على تنظيم داعش الإرهابي، ولكنها هي تستخدم على جماعة الحوثي في اليمن لأول مرة. نتحدث هنا عن بيفوي 4 البريطانية. هذه القنبلة ليست بالقنبلة العادية أبدا، فيصل سعرها إلى 30,000 جنيه استرليني، تقريبا 48,000 دولار أمريكي أو 38,000 دولار أمريكي بالأحرى. بالإضافة إلى ذلك إلى أنها مكونة من 3 أجزاء. هذه القنبلة طبعا بداية هنا في المقدمة، الجزء الأول هو يمثل الجي بي أس الذي من خلاله هذه القنبلة تتحصل على الإحداثيات لتستهدف وتضرب هدفها بدقة عالية. وكذلك هنا في هذه المنطقة الوسطية جسد هذه القنبلة يعتبر هو الرأس الحربي الخاص بها الذي يصل وزنه إلى أكثر من 226 كيلوغراما، قادر على اختراق المباني الكونكريتية. أما الجزء الخلفي والأخير لهذه القنبلة هو الجزء الذي يوجه هذه القنبلة بحسب الإحداثيات الموجودة في الجي بي أس، وكذلك أن هنالك نوع من الصمامات الذكية الموجودة هنا في مقدمة الجزء الأخير من هذه القنبلة، وهو الذي يستخدم في تحديد متى تنفجر هذه القنبلة بالضبط. هذا الصمام ذكي للغاية، قد يفجرها مبكرا، قد يفجرها فيما بعد بحسب إن أرادت بريطانيا من اختراق المبنى أو عدم اختراق المبنى وتحقيق تفجير قريب من هذا المبنى لإحداث ضرر معين تبحث عنه. وبالتالي بشكل عام هذه القنبلة وكيفية عملها، أنها تأتي الطائرة البريطانية ببساطة تطلق هذه القنبلة. على سبيل المثال الهدف يأتي هنا عند إطلاقها للقنبلة، تعطي الطائرة مباشرة الإحداثيات لهذه القنبلة عن هذا الهدف، ومباشرة هذه القنبلة تتصل بالقمر الصناعي، وبالتالي تبقى هذه القنبلة متصلة بالإحداثيات مع القمر الصناعي حتى تحقق استهدافا دقيقا على الهدف الذي تبحث عنه. ليس هذا فحسب، بل أن الطائرة أيضا ممكن أن تستخدم النظام أو نظام الليزر مع هذه القنبلة، أي بمعنى آخر أنها تطلق أشعة الليزر على الهدف الذي تريد استهدافه. ممكن لأشعة الليزر أيضا أن تأتي من طرف ثالث موجود على الأرض، مثلا قوات خاصة أو قناص على سبيل المثال، يطلق أشعة الليزر مباشرة على الهدف، على هذا الهدف، وبالتالي الأشعة المنعكسة من هذا الهدف أو المنعكسة من هذا الليزر تتتبعه هذه القنبلة لتحقق ضربة مباشرة ودقيقة للغاية على الهدف الذي تبحث عنه. وبالتالي بشكل عام عندما نتحدث عن الليزر بشكل حي، عادة الليزر مثلا يوجه إلى هذه النقطة تبحث عنه القنبلة، وبعدها
تطبق القنبلة على طبيعة الأشعة المنعكسة من هذا الليزر لتحقق الاستهداف الذي تبحث عنه. بالتالي نحن لا نتحدث عن قنبلة عادية، قنبلة دقيقة للغاية. بالتالي هذه القنابل لأول مرة تستخدم ضد جماعة الحوثي في اليمن، وتم إطلاق طائرات التايفون البريطانية، 4 طائرات هي التي استخدمت في هذه العملية. كذلك أن حاملة الطائرات الأمريكية العملاقة USS دوايت آيزنهاور دخلت في هذه العملية، انطلقت منها طائرات F-18 سوبر هورنت، وكذلك المدمرات الأمريكية والبريطانية، وحتى الغواصات الموجودة في هذه المنطقة كلها اشتركت بإطلاق صواريخ التوماهوك باتجاه مناطق تواجد جماعة الحوثي. نتحدث عن ما يقارب من 25 إلى 30 قنبلة أطلقت فقط أو ألقيت من الجو على جماعة الحوثي، عدا صواريخ التوماهوك التي انطلقت من المدمرات ومن الغواصات. بالتالي نتحدث عن كمية كبيرة من القنابل والصواريخ التي استخدمت على جماعة الحوثي، وضربت واستهدفت أو استهدفت الولايات المتحدة وبريطانيا 8 أهداف لجماعة الحوثي بقوة عالية للغاية. وبحسب التقارير الرسمية أو حتى المتداولة من المصادر الداخلية في اليمن، فإن الاستهدافات طالت 5 محافظات. أولى هذه المحافظات هي حجة، 3 غارات على الحديدة، وكذلك على تعز في مديرية التعزية، وأيضا باتجاه البيضاء، وكذلك كانت هنالك ضربات على تعز أو على صنعاء عفوا وأمانة العاصمة، كذلك وقاعدة الديلمي الجوية في شمال تعز ضربت أيضا بعدد من الغارات، تقريبا 4 غارات طالت هذه القاعدة. بالتالي كانت الضربات كبيرة وهي طالت بشكل رسمي وبشكل واضح. الأنظمة الصاروخية لجماعة الحوثي من أنظمة الصواريخ الكروز أو البالستية المضادة للسفن هي التي استهدفت، منصات إطلاق الصواريخ، المضادات الجوية الخاصة بجماعة الحوثي، وكذلك المنظومات الرادارية، وحتى مستودعات الصواريخ الخاصة بهم، وحتى أن هنالك ضرب واستهداف لمخزون للصواريخ والأعتدة الخاصة بجماعة الحوثي تحت الأرض. بالتالي ضربات كبيرة للغاية أدت، وبكل تأكيد وهي تبحث عن التأثير على قدرات جماعة الحوثي في كل الاستهدافات التي تقوم بها بهذه المنطقة على خطوط الشحن في البحر الأحمر أو في خليج عدن. والضربات وصفتها طبعا بوليتيكو الأمريكية بأنها بداية لتكثيف العمليات على جماعة الحوثي. واضح بأننا أمام عملية جديدة أصبحت رسمية كما أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية، وأطلقوا عليها اسم الآن هي اختلفت تماما عما يجري من حلف حارس الازدهار الذي هو يعتبر حلف دفاعي. هذه العملية الآن أصبح لها اسم وهي بيسايدن آرشر. هذه هي العملية الجديدة التي ستقودها الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا، وسجلت بشكل رسمي طبعا على الويكيبيديا، وهي لمواجهة جماعة الحوثي المدعومين من إيران. وحتى هذه اللحظة مما هو مسجل بشكل رسمي بأن القتلى لجماعة الحوثي هم أكثر من 75 شخصا، لكن هم ليسوا فقط من الحوثيين الذين قتلوا، من 75 الذين نتحدث عنهم منذ الضربة الأولى في 12 يناير. سكاي نيوز عربية كانت قد وضحت في 48 ساعة الماضية بأن هؤلاء الأشخاص هم خليط ما بين جماعة الحوثي، الحرس الثوري الإيراني، وحزب الله اللبناني. هنالك أنباء من الضربات التي جاءت ليلة يوم أمس بأن هنالك من 3 إلى 4 قادة من جماعة الحوثي قد قتلوا جراء هذه الضربات التي نتحدث عنها. والمثير بهذه المسألة أن الضربات الأمريكية البريطانية جاءت بعد 4 ساعات فقط من إعلان من جماعة الحوثي بأنهم استهدفوا سفينة أوشن جاز، سفينة شحن للسلاح أمريكية. طبعا بالنسبة للأسطول الأمريكية الخامس قال بأن هذه المعلومات خاطئة، وبأن المعلومات التي تحدثت عنها جماعة الحوثي ببساطة هي كذب. ولكن بعد إعلان الحوثيين لهذا الاستهداف ب4 ساعات تقريبا، شهدنا ما شهدناه من هذه الضربات. بشكل عام ما هو موقف الحوثي بعد ضربات ليلة يوم أمس؟ كان الموقف واضحا على لسان المتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية عن جماعة الحوثي العميد يحيى سريع، الذي قال بأن هذه الاعتداءات لن تمر دون رد أو عقاب. بالتالي سننتظر كيف سيكون هذا الرد من جماعة الحوثي. بكل تأكيد الأيام القادمة ستكون كفيلة بالإجابة على طبيعة الرد القادم من هذه الجماعة. ما هو مثير أن هنالك معلومات استخبارية خطيرة للغاية توضح بأن جماعة الحوثي تعد لهجوم في داخل اليمن باتجاه الحكومة الشرعية اليمنية، وباتجاه كذلك الجبهة أو المجلس الانتقالي الجنوبي. تحدثت عن هذه المعلومات
سبأ انتليجنس أو مخابرات سبأ تحدثت بشكل حصري عن أن هنالك تحركات من جماعة الحوثي خطيرة للهجوم على محافظتين تحت سيطرة الحكومة الشرعية والمجلس الانتقالي الجنوبي. المنطقة المذكورة هنا هي هذه المنطقة تقريبا، إذا ما حاولنا أن نوضح هذه المنطقة فهنا طبعا البيضاء، وهذه هي الحدود الإدارية لمحافظة البيضاء، وهذه هي الحدود الفاصلة بين شبوة وبين أبيان، هذه هي أبيان وهذه هي شبوة، وهنا الحدود الفاصلة ما بين شبوة وما بين مأرب، وهذه الحدود الفاصلة أيضا الإدارية ما بين مأرب وما بين كذلك صنعاء. وبالتالي هذه المنطقة ببساطة البيضاء هي تحت سيطرة جماعة الحوثي. جماعة الحوثي أيضا موجودة هنا بهذا الاتجاه تقريبا من جبال البلق الأيمن والبلق الأوسط وكذلك البلق أيضا الأيسر الموجودة هنا، هذه الجبال المطلة طبعا على مأرب. كذلك أن بالنسبة للمنطقة بشكل عام الحكومة الشرعية اليمنية تسيطر على مأرب، هنالك ألوية العمالقة متواجدة في هذه المنطقة في بيحان التي سيطرت عليها في المعارك الأخيرة ضد جماعة الحوثي قبل أن يتوقف إطلاق النار وغيرها. وهنا منطقة مهمة للغاية تسيطر عليها قوة دفاع شبوة وهي منطقة مرخى. ما لاحظه جماعة الحوثي الآن وما لاحظته على الأقل هذه المعلومات الاستخبارية تحدثت أن جماعة الحوثي بدأت تحشد بشكل خطير في مناطق معينة مثل وادي منسم القريب من بيحان وكذلك في منطقة أخرى هنا بهذا الاتجاه وهي عفار، وبالتالي تحشيدات كبيرة لجماعة الحوثي من مقاتلين بدأوا يعدون المعدات وغيرها لتحقيق هجوم على محافظتين شبوة وكذلك على محافظة مأرب بشكل مباشر، مستغلين جماعة الحوثي التظاهرات أو الاحتجاجات الحاضرة في شبوة. هنالك احتجاجات، انزعاج كبير من المواطنين هناك بسبب ارتفاع أسعار الوقود هناك، وبالتالي هذا قد يؤجج الظروف في هذه المنطقة. وهذا ما لاحظته جماعة الحوثي بأن هنالك فرصة للتقدم واستغلال الظروف الداخلية الموجودة هناك، وعلى هذا الأساس هم يخططون للهجوم بحسب هذه التفاصيل على مرخى، لأن هذه المنطقة يعتقدون بأن هنالك أرضية داعمة لهم، هنالك المجتمع داعم لجماعة الحوثي في هذه المنطقة، وكذلك هم سيبحثون عن قطع الطريق ما بين عتق التي تعتبر هي عاصمة شبوة، الطريق الرابط بين هذه النقطة التي ذكرناها وكذلك بين بيحان. هم يحاولون السيطرة على هذا الطريق أيضا وقطع هذا الطريق لتصعيب المهمة أو جعل المهمة صعبة على ألوية العمالقة ولمهاجمتها من عدة اتجاهات وقطع الأمور اللوجستية عليهم. وكذلك في نفس الوقت تبحث جماعة الحوثي بحسب هذه التفاصيل على السيطرة على أنبوب النفط الممتد من بلحاف إلى عتق مباشرة إلى مأرب. هنالك أنبوب نفطي مهم للغاية هنا جماعة الحوثي تريد السيطرة عليه، وأن سيطرت عليه يعني أزمة كبيرة للغاية في الوقود بشكل عام، تصاعد للاحتجاجات بشكل كبير، الاشتباكات بين جماعة الحوثي وبين هذه القوات بأكملها التابعة للحكومة الشرعية والمجلس الانتقالي الجنوبي سيعني مشكلة كبيرة أيضا، لأن هنالك تنظيم القاعدة متمركز وموجود لديه خلايا في شبوة ممكن أن يستغل هذا الموقف، وبالتالي جماعة الحوثي هجومه وهجومهم المرتقب بحسب هذه المعلومات بحسب سبأ انتليجنس على شبوة وكذلك على مأرب هو يأتي بشكل واضح للسيطرة على النقاط النفطية على هذه المحافظات النفطية والمحافظات الغنية للغاية أيضا بالغاز الطبيعي ليوجهوا ضربة أيضا للمعارضين ولكي يكسبوا هذه المعركة بشكل كبير في ظل ظروف متوترة ومتوترة للغاية. وهذا قد يفسر بشكل واضح لماذا رأينا أن هنالك تعبئة كبيرة من قبل جماعة الحوثي من أجل إرسال المتطوعين اليمنيين إلى غزة لمقاتلة إسرائيل. تلاحظ أن حتى في الثلاثة أيام والأربعة أيام الماضية استعراضات من جماعة الحوثي مكثفة للغاية، يظهرون المقاتلين مستعدين للقتال، قاموا بتدريبهم وقاموا أيضا بتحضيرهم وأمدادهم بالسلاح وغيرها. فعلى المستوى العملي هؤلاء لا يمكن نقلهم أساسا مباشرة من اليمن عبر البحر الأحمر إلى قطاع غزة. هذه المنطقة كلها مدمرات ومراقبة للغاية، وإسرائيل ممكن أن تستهدفهم، وأساسا إن تم إرسالهم عبر البحر هذا انتحار بالنسبة لجماعة الحوثي. وأيضا إرسال هذه الكميات من المقاتلين الكبيرة للغاية من المتطوعين من خلال هذه التعبئة للقتال ضد إسرائيل مثلا إلى إيران ودفعهم عبر العراق إلى سوريا وغيرها أمر صعب للغاية،
ومعقد أعداد هائلة للغاية، وممكن أن تكون محرجة كذلك للعراق إن ما تم هذا السيناريو بهذا الشكل. بالتالي لا مجال عملي أو منطقي لهذه الأطراف لكي تذهب بأي من الاتجاهين، وبالتالي هذا التطوع وهذا التحرك حتى على المستوى الرمزي قد يكون لا معنى له، ولكن له معنى كبير مع التفاصيل الذي تحدثت عنه سبأ انتليجنس في مواجهة الحكومة الشرعية أو المجلس الانتقالي الجنوبي، أو حتى إشعال التوتر مرة أخرى مع المملكة العربية السعودية، خاصة وأن هنالك كثير من التدريبات في صعدة، في حجة، في صنعاء يستعدون من خلالها قد يكون لمثل هذه السيناريوهات. لكن الأقرب بأننا أمام قد نكون أزمة داخلية كبيرة مع الحكومة الشرعية، خاصة وأن الحكومة الشرعية أعلنت في فترة ماضية بأنها مع الحلف، حلف حارس الازدهار، واستعرضوا واستعدوا لهذه المسألة. حتى المجلس الانتقالي الجنوبي تحدث عن نفس هذه القضية، بالتالي قد تكون بذريعة مواجهة من يتعاونون مع إسرائيل في اليمن، قد تكون هي ذريعة كافية لجماعة الحوثي للبدء بما تبحث عنه، ألا وهو قتال مباشر في محافظات غنية بالنفط وبالغاز المسال.